لا يا بوب، انا كنت الكابتن صلاح، اقسم بالله كنت الكابتن صلاح. اسيبه؟ لا، غيرته قبل الديدلاين ما يقفل مثلا بنص ساعه. قلت صلاح، طب ما احط بوجبا، مجرد بوجبا ده ساوثهامبتون ماتش سهل يعني، ممكن هيجيب له مثلا جون او جولين، فاطلع لي مثلا بحسبه 25 نقطه 26 نقطه 30 نقطه بقى لما يجيب له جولين بقى ويظبط الدنيا، احسن من صلاح اللي ما بيجيبش. بس ما كنتش اعرف ان الخازوق هيبقى جامد. محمد صلاح جول مرمى، مساء الخير، ورجعنا لكم في أول حلقة من حلقات ملخص الجولة. ملخص الجولة هنتكلم عن أبرز الأحداث اللي حصلت في الجولة. النهاردة هنتكلم عن الجولة 29. لما هنقول الجولة 29، العنوان الرئيسي الخوازيق. الراعي الرئيسي للجولة الخوازيق. ده مش أنا لوحدي، ده الناس كلها اتخزوقت، ما بين بقى اوباميانج، ما بين بوجبا، الخازوق الكبير طبعا، ناس كتيره كانت مكابتناه وانا واحد منهم. سالب اتنين، والله سالب اتنين يا معلم. طيب اعمل ايه؟ اجويرو اتنين، اجويرو من ساعه ما جبته جون، بعد ما كان بيجيب هاتريك في هاتريك جبته جون. طبعا اجويرو نقطتين، محمد صلاح للمره السته على التوالي ما بيجيبش جوان، 3 بونت. مين تاني؟ في راشفورد 2 بونت، روندون 2 بونت. يعني الخوازيق كانت بالجمله، بالجمله مش بالخازوق الواحد، لا بالجمله والله. الافريج للجوله دي كان 40، اعلى حد جاب نقط كان جايب 106، الاول على العالم جايب 106، الافريج 40، انا جايب 35. والله ما يعني مستغربوش. واحد صاحبي بقى النهارده، انا ما فتحتش اللعبه، انا عايز اشوف انا جبت كام، فتح اللعبه جاب 23. يعني بص والله العظيم كان صعبان عليا، 23 نقطه، يعني مش عارف اقول ايه، اقسم بالله. خوازيق بص زي ما انت عايز. يعني الراعي الرسمي بوجبا طبعا، ناس كتيره كانت عاملاه كابتن، سالب اتنين. يعني بوجبا داخل في الدقيقه 93 يشوط ضربه جزاء، يلا ضربه جزاء، وانا كان معايا راشفورد اللي كان عامل ضربه الجزاء، فكان هيبقى الاسيست. يلا يا بوجبا، 10 بونت مضمونين اهم، وممكن يخش بونص، و3 بونت لراشفورد. يعني بص انا كنت بالظبط قبل ضربه الجزاء دي كام بالظبط؟ 22، 22 نقطه. قلت 10 و3 13 يبقى كام؟ 35 نقطه. البلانتي ضاع والمعلم خد انذار، يعني خد انذار، نزلت لسالب واحد. بوجبا طبعا راشفورد ما خدش الاسيست. بص يا معلم بقى، بقيت 16 نقطة من 35 ل 16، 19 نقطة راحوا في ضربة جزاء. بس برضه هو ربنا بيعاقبني، يعني أنا كان واحد اتنين صحابي أوباميانج ابتديت أضحك عليهم قوي، قلت لا ضربة الجزاء هتضيع هتضيع وضاعت، لأن أنا كنت بايع أوباميانج والخازوق الكبير خدته في بوك. حرام والله اللي بيحصل، أقسم بالله حرام حرام. الناس بقى اللي عملت أحلى نتائج في الجولة، او يعني اللي جابت نقط، عندك ريس لاعب وست هام، مدافع وست هام جاب 15، خيمينيز بقى 12، لوكاكو المتالق اللي بيتالق بقى له كام جوله جاب 12 نقطه، زها جاب 11 نقطه او 12 برضو. في الدفاع طبعا ارنولد بقى له كام جوله، ارنولد يا جماعه لازم نبص عليه، سعره مش غالي، ارنولد اسيستات، بيلعب ماتشات كويسه، بياخد بونص، ارنولد يا جماعه لازم نبص عليه. جوتا طبعا عمل 11 او 12 نقطه، بيريرا لاعب مانشستر يونايتد ما بيلعبش كتير بس جاب جول وقدر يعمل، ده مش مقياس بس في ناس ممكن نبص عليها من الكام اسم دول. طبعا ارنولد لازم تبص عليه، ارنولد الماتش اللي فات كان عامل 3 اسيست، كان واخد 18 نقطه، الجوله دي خد 9 بونت كلين و3 بونص، احسن من احسن اللعيبه اللي لعبت في الماتش. نبص على الاسماء دي، لوكاكو برده جاي بيجيب جونين في جونين في جول، يعني لوكاكو برضو بيعمل بيلعب ماتشات كويسه، ممكن نبص. جوتا، خيمينيز، ممكن نبص على الاسماء دي، اسماء مش غاليه قوي ممكن نبص عليها. ابرز المواجهات كانت في الجوله
29 طبعا سقوط ليفربول. ليفربول الضغط من مانشستر سيتي بفوزها امبارح 1-0 على بورموس بقت هي الاول بفريق نقطتين. ليفربول يعني انا مش عارف يعني وقعت ماتشات سهله تتعادل مع ايفرتون محمد صلاح اسوأ فتراته. محمد صلاح راح انفرادين النهارده يخلصوا الماتش ضيع الانفرادين. محمد صلاح سيء جدا يعني ما تفهمش. ليفربول برضو بيفتقد لكوتينيو من ساعة ما كوتينيو مشى ولسه مش لاقيين. طلع طبعا تشامبرلين عمل في الدور الثاني بعد كوتينيو ما مشى عمل ماتشات كويسة بس جاله صليبي لسه ما رجعش. انا كان وجهة نظري انتداب شاكيري كان مهم جدا بس يورجن كلوب ما بيلعبش شاكيري. يورجن كلوب هيضيع الدوري. الدوري بنسبة 99 زي ما قلت هيبقى للسيتي. السيتي الاول مش يعني في ماتشات صعبة للفرقتين بس يعني ليفربول تقع 3 ماتشات تقع ليستر وتقع ايفرتون تعادل ماتشات يعني صعب يعني مش ماتش زي ده انك تسيبه. النهارده رحت بانفرادين المفروض انت بطل بتدور على الصداره بتدور على الدوري ومن نص فرصه المفروض تخلص. السيتي طبعا فاز طبعا ارسنال وتوتنهام. توتنهام فلتت بنقطه ده نقطه بطعم الفوز نقطه بنكهه الفوز زي ما بقول الى ان الماتش كان ارسنال. انا كنت مراهن ناس الحلقه لما قلت حلقه السكواد ناس قالت لي الارسنال هتفوز هتتغلب من توتنهام. انا قلت لهم لا انا متوقع ان ارسنال هتفاجئنا وهتفوز. والماتش ضاع ضربه جزاء. اوباميانج ضيع ضربه جزاء في الدقيقه 90. طبعا ضربه الجزاء بتاعه توتنهام البلانتي اساسا اوفسايد يعني صراحه فلتت توتنهام بالنقطه. قوة شخصية اليونايتد بانت في المباراة دي وشخصية البطل طبعا مانشستر يونايتد كانت متأخرة بواحد صفر فازت 2-1 اتعادلت 2-2 قدر لوكاكو يجيب هدف ويضيعه كمان ضربة جزاء. يعني شخصية اليونايتد بانت قوي في المباراة دي. مانشستر يونايتد بتقدم مباريات رائعة خلاص داخلة لو فازت الماتش الجاي على توتنهام يبقى المركز الثالث مضمون. مركز ثالث بتقرب منه مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد جاية بقوة. من أبرز المواجهات برضو ليستر سيتي قدام إيفرتون. ليستر سيتي غيرت المدرب بس تخبط برضو اتغلبت 2-1. ولفر فازت. كارديف اتغلبت. نيوكاسل اتغلبت. يعني الماتشات هنتكلم عن الماتشات المهمة طبعا الصدارة لمانشستر سيتي. مانشستر سيتي بنسبة مش هقول 90% يا سيدي 80% قربت من الدوري. في ماتشات صعبة ليها وفي ماتشات صعبة طبعا لليفربول. لسه فاضل 9 ماتشات الدوري لسه فاضل فيه 9 ماتشات يعني بس انا قناعاتي الشخصية بتقول سيتي مش هيفرط. اخر حاجة معانا النهاردة الليج بتاعنا ومين متصدر الليج بتاعنا. المتصدر الليج بتاعنا بقاله كام جولة كده متصدر هو مودي. محمد عصام متصدر الليج هبد فانتزي ب 1834 نقطة جاب في الجولة دي 51. تاني اسم معانا عماد رأفت. عماد رأفت بيجي في المركز التاني جاب 36 نقطة الجولة دي كانت مخيشة معاه. هو لو كان جاب فوق الخمسين كان ممكن يتصدر الليج بس جاب 36 نقطة بالمركز التاني ب 1814 نقطة. يجي في المركز الثالث مصطفى علي هو برضو كان في المركز الثالث الجولتين اللي فاتوا 45 نقطة يعني الكل بقى 1811 نقطة. دول الثلاث أسماء في الصدارة الأول والثاني والثالث. العبد لله الحمد لله يعني بعد 35 نقطة أنا جبت كام 1600 يعني 1672 نقطة الكل يعني بتصدر يعني في المركز ال 72 في الليج بتاعنا. الليج بتاعنا ممكن يبقى فيه أكتر من 1000 واحد يعني 72 نقطة مش وحش والله. يعني أنا وقعت كام جولة الجولة اللي فاتت جبت 66 اللي قبلها كنت جايب حاجة و30 الجولة دي حاجة و30 يعني ضاعت مني جولات مهمة. يعني الناس بقى اللي مش مشتركة هنسيب لكم الكود بتاع الدوري بتاعتنا زي ما قلنا عاملين جوائز عليها إن شاء الله تيشيرتات. أول 5 تيشيرتات من الدوري الإنجليزي أنتوا اللي هتختاروها. الناس اللي هتفوز هي اللي هتختارها. كده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. يا ريت تدعمونا بسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير. سلام عليكم.